زعلان ومكشر، طب ليه يا حبيبي ليه؟ يلا يا سيدي انسى الهم واحكي لي حكاية يوم جديد. اغلب البلوجرز على اليوتيوب بيصوروا يومياتهم، يعني كل يوم بيرفع فيديو، كل يوم بيصور، بس انا بالنسبه لي كل يوم هذه تصنع ملل، مو ملل، يعني انا يومي ما هو جميل لهذه الدرجه اني ارفع كل يوم واني اعمل فيديو كل يوم، يعني انا احيانا اطفش من ايامي. ولكن اليوم في يوم عام جدا في رمضان حنحاول نصور يوميه كامله. خلينا ننقذ هذا الرجال من الشر، نكسب اجر مدى رمضان. ولكن خلينا نحاول اليوم نعمل يوم طبيعي في حياتنا هنا في الشقه. فبسم الله نبدأ. مجبور؟ أهلاً وسهلاً. رمضان كريم؟ رمضان كريم. داري إنه العيد دخل علينا ودوبنا نرفع فلوج حق رمضان، حقكم علينا يا جماعة، وإن شاء الله مزيد من الفلوجات في الأيام الجاية. أول شيء عندنا اليوم هي زيارة زحمة لوس أنجلوس، وهي هذه الزحمة كما أنتم تشاهدون الآن. مجبور إيش رأيك في الزحمة؟ متعودين عليها. متعودين عليها. فهذا أول أكتيفيتي عندنا في يوم طبيعي في رمضان وغير رمضان، يعني زحمة لوس أنجلوس. هل تعلم لما تنسى تشبك الميكروفون في الكاميرا الصوت كده يصير مرة بطال؟ مع الزحمة والحر حسيت انه في جدة. طيب المحطة الأولى الآن هو دفع الإيجار. إن شاء الله بس أنتم مبسوطين معنا إلى الآن. أنت طفشتهم كل شيء تقول طفشتوا؟ مدري إيش، خلاص إيش حياتك؟ خلاص حنعيش. ما حق والله، جود بوينت. تفضلوا معنا. هنا ندفع الإيجار. أوكي، ثانك يو سو ماتش. خلصنا؟ هذا أول شيء كان دفعنا الإيجار. الحين عندنا حاجة ثانية وهي حنشتري الشواية، لأنه اليوم اتفرجت على فيديوهات حقت جوردن رمزي وهو شيف وكان بيعمل برجرز. بس الطريقة اللي كان بيعمل فيها البرجرز شهتني، فحنعمل اليوم تجربة نعمل برجر في البيت، فحتتفضل معنا فيها. هذه تسبح فيها فوق؟ لا هذه زينة، هذه بس زينة قسم بالله، ولا أسبح فيها ولا عمري سبحت فيها، بس بحاول أصير كول، بس طواح كول فاهم؟ بس في رمضان، بس في رمضان، بكره يخلص رمضان حرميها. هذا الديكور حق رمضان. هذه ديكورات رمضان، احنا ما عندنا زين في البيت، بنزين نفسنا زين. تفضل. صابون؟ هذه حق المندي الظاهر. مجبور قاعدات لينا برا. هذا زي حق الحرم. الضيق في الصدور، فاحنا ممكن البلكونه حقتنا نعمل منها حديقه. ممكن. هذه علم امريكا. بدون كلام كثير لقيناها. 30 دولار هذا اللي انا ابغاه. ما نقدر نولع فحم في البيت. كيف نولع فحم في البيت؟ تقول 40 دولار. شوايه مع الغاز. احس هذا الحين، فايش رايك يا مجبور؟ بيرفكت. معلومه على الطاير، كل ما تكبر الهدايا راح تقل، وتعود انك تبسط نفسك بنفسك. احنا الان في مكان اللي اسمه دولار ستور، فعشان كل شيء بالدولار فحنشيل كل حاجه. مجبور، ما هي اجمل اكله بالنسبه لك في رمضان؟ في رمضان سمبوسه. صايمين وجينا السوبر ماركت، هذا اسوء شيء ممكن واحد يسويه. عرز اكله، والله ما اقول السمبوسك. تونه بدولار. يعني لو تشتري 6 حبات وفرد دولار وشوية. ما شاء الله. أنا في الرياض لما نطلع فطور جماعي مع أصحابنا وزي كذا، إذا جبت فول ما يأكلوا؟ لا يعني يقولوا سلامات خير إن شاء الله. فول على الفطور. ليه أهل الرياض ليه؟ فول على الفطار، إيش المشكلة؟ فول على الفطور. ما بيعرفوا الفول على الفطور ولا لبن، يقولوا ليش لبن على الفطور؟ هذول أهل الرياض لازم تراجعوا نفسكم وحساباتكم في موضوع الفول. الفول في رمضان يعتبر من السنن. من العادات والتقاليد. وبكذا نتجه لاخر محطه لينا وهي شراء المقاضي للطبخ. احنا عشان ما جاهزين بلستة فحنمشي في ايل صف صف، نشوف ايش الشيء ناقصه ونشتري. هذا مكان مره رخيص وجيد. مجبور عندنا خل، هذا اسمه ورق غار، هذا كويس في الكبسه. هذا الشبك اللي شكله كده ربنا مو راضي عليه هو الشبك. هذه قرفه كويسه للشاهد. ربة منزل ما شاء الله عليك. انا ربة منزل واقدر الحال الزوجيه، فلو في واحده مرأة عندها وظيفه تبي تزوج واحد اعزب ما عندنا وظيفه ممكن اصير ربة منزل، ما عندي مشكله. 2017 ممكن نقلب الادوار. هذا هيل كويس للرز. تعرف شو اسمه بالانجليزي؟ بقدونس بارسلي. شاطر صح؟ يلا شد العربيه. شد العربيه حمار عندك. ما عليه يا جماعه، مزح الرماميط احيانا بيكون قاسي شويه، لكن يا مجبور الله لا يهينك دفع العربية. أنا بدأت أدوخ من الصيام. من الجوع؟ قال تعود حبيبي. أمس صمت لما الظهر، اليوم تكمل لما المغرب. اليوم حنصوم لعد المغرب. نحن اشترينا كده وبزيادة، أنا هروح أجيب السيارة أقربها وأنت أدفع الحساب، وحسابنا عند رب العالمين إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص؟ كفيت وفيت يا حبيبي. شكرا لك.
حبيبنا مجبور اكرمنا بدفع الحساب. ايش رايكم نكرمه بفولو على الانستغرام؟ ان شاء الله. بس انا حاسس اني مره تعبان، حاسس اني حطوا له غرفه وانام، بعدين اصحى الساعه 11 الليل اطبخ لي حاجه اكلها. بس ان شاء الله نستغل الاشياء عشان لا تخبط الصيام. معلومه ثانيه عن مجبور، سواقته تحفه. كيف تصنع همبرجر عصيد؟ الخطوه الاولى انك تشتري لحم مفروم، وممكن تكبه كذا بعينك، يعني تحط بعينك شوف قديش تبي تسوي همبرجر. انا اشوف كذا كفايه، يعني هذا يكفيني انا ومجبور. الخطوه الثانيه حتحطوا بيضتين، فين نحط قشر البيض؟ تقطعها كذا تزرعها. الخطوه الثالثه قليلا من زيت الزيتون. مجبور لا تعلق، انا بطبخ مالك صراحه. يقال انه هذا سر البرجر الامريكي، وهو اسمه غورميت برجر سيزنينج. هذا فانت حبه انت وضميرك يعني. بعدين عندنا لسعه الحب كذا، لسعه حموضه تديك شويه، وهذه خلطه مكسيكيه اسمها طاجن. بنسى زي كذا، شايفين شكله كيف صار حلو. حنحط ملح، فلفل اسود طبعا معروف لازم نحطه في اي اكل. بعدين في حركه اخيره احب اسويها، وهي الاوريجانو. ما له اي دخل، ولكن الاوريجانو بدي ريحه حلوه. حروح نعمل كذا مره بارد يعود. حتبدا تسوي لغوص. هذه نص بصله طحنت ثوم وحطه. انا من الناس المؤمنين ان البصل والثوم في اي اكل يزبط ويحلي. نخبصه كذا، فحنشيل شويه لحمه كذا، يعني برضو انت وضميرك. شيء تعلمته لما نعمل البرجر، عادي خليه كبير لانه لما بيحطه على المقلايه بينكسف ويكش. بعدين نكبسه كده، نرفع ده فوالا. عندنا افضل همبرجر عصيده فيك يا دنيا، شايفين همبرجر عصيده لا يعلى عليه، وهذا برجر عصيده المرحله الاولى. الان ننتقل الى القسم الثاني من المطبخ. طبعا هذه اول مره اسوي، احاول اسوي سمبوسه، فهذه الحشوه حق السمبوسه. هذه حشوه السمبوسه، ممكن ناخذ نظره. تصير سمبوسك عصيده انها ببهارات الكبسه اللي في علبه المراعي. اللي يلاقي علبه مراعي فيه بهارات كبسه يعرف انه هذا يروح يشتري من الاثنين. نوريكم النتائج في ثواني. هذا الفطار المبدئي، تمره ولبن، يعني شيء تقليدي جدا، يعني ما هو شيء جديد. مبسوطين يا جماعه معانا؟ مبسوطين انت كيف؟ اظن هو يكون احلى لو تشاركونا، فاهم؟ كونوا معانا. ولو احمد معانا. احمد مين يا سيدي؟ انا في المكسيك. احمد طردناه برا البيت اللي بيسعد. طيب انا في تشيبينكي، هذا هايك جبل. يا جماعه جبل عظيم جميل مليء بالمناظر والحشرات والاشياء الغريبه، لكن مستمتع الى الان. حطينا الهمبرجر الاربع قطع الان على الشوايه، حنسيبه 10 دقائق بعدين نقلبها للجهه الثانيه. مكسيك فيها ثلاثه مناطق مهمه، مكسيك سيتي، مونتري، ولا خارة اتوقع شيء زي كذا. لا يوجد احمد بعد اليوم في هذا البلوج. الموت يا جماعه، وتوقعت النزول في نفس صعوبة أصعب من الصعود. يمكن للمعلومية عندنا هنا في عصيدة كل شيء نتعلمه من النت. مجبور بسم الله ما شاء الله عمال يطبق. هذه أول سمبوسة رفها بحياتي. أيه بسم الله ما شاء الله. مجبور فين بتتعلم؟ من اليوتيوب. بتعلم من اليوتيوب، شايفين؟ يا أخي صعبة أصبر. خبصت أول واحدة؟ خبصت. ما في سمبوسك اليوم يا عمي. أنت شو تسوي؟ 99 لمبة آخر واحدة زبطت خلاص. الله الله الله. أسوي 99 سمبوسة وأخلص أم اللحم المفروم. كأنك غزيت ما غزيت، صمنا وما فطرنا، إيش الفائدة؟ طبعا على آخر شيء وأنا قاعد أحاول أسوي زي الفيديو ما عرفت، قمت حطيت الفيديو على جنب وحطيته بطريقتي الخاصة. تجيك مثلث مزبوط، حاجات تجيك شوية مربع. هذا مثلث، هذا مربع، هذا مستطيل، وهذاك معين. الحمد لله. أهم شيء المحصلة هي، يعني It's all about the results. وصلت السيارة والواحد بدي ما أحسب يوم علي. ما بقى صخرة اللي طحت فيها، ما بقى النبتة اللي شدخت والدي هني. بس I did it. عبال ما مجبور يخلص خلينا نشيك على اللحم حقتنا، شكل شغل نظيف. جاء الآن تجربة اليوم للبرجر. والله مرة ممتاز صراحة. لا صراحة بدون، طب لا طلع في كلمة طلع فيها. مشاهدة شاهدوا من أهله ولا أعرفه، شايفين غريب وجاء جرب البرجر حقي وقال شغل نظيف. انتهى الموضوع. من جد احلى من فايف جايز بالراحه. نروح حق السمبوسه. نروح حق السمبوسه مع السلامه. بسم الله. لا اله الا الله. والله اني مخلص. مجبور. تقييمي لبرجر عصيده اعطيه 17 من 10. هذه معانا الان التجربه الثانيه، وهي حنقيم الان السمبوسك حقت مجبور. سمبوسك عصيده حناخذ واحده، ما حنحط شطه ولا ليمون ولا اي شيء، بس حندوقها اول شيء لوحدها. شبوكه. انا مبسوط انها مثلثات اصلا. قطمه ثانيه ونقيم. ليه؟ انا فهمتكم الحين. الكرنشنس اللي فيها كذا لما تعض بتقرمش يا لهو. بالنسبه للحمه، اللحمه موضوع ثاني. اللحمه انت بتدخل كانك بتعض في بقره، فاهم؟ كانك يروح دخلت حيوانات وبتاكل بقره. طعم بقره بسم الله ما شاء الله. المفروم ده من الجنه ده يا باشا. السمبوسك عصيده برضه 17 من 10. هذا يومنا في رمضان، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا.
لايك سبسكرايب شير، قيمنا كمان، حطينا تقييم اكل هذه المره بالله عليكم انشروه، فجروا لايكات فجروا لايكات. غير كده يا جماعه كل عام وانتم بخير ونشوفكم بكره. السلام عليكم. مش برضه بتقول حاجه؟ لا سلام يعطيكم العافيه. ما عندي حاجه انا كالعاده. What is the best vlog ever? عسيدة. What about عسيدة. عسيدة. The best. The best. In the whole YouTube, right? The best and the only one. عسيدة.